مرحبا بكم درس جديد من كتاب الطالب للصف الثاني ابتدائي English for Iraq Second Primary Pupil Book Page 14 and Page 15 من Unit 2 Lesson 1 و Unit 2 Lesson 2 من الوحدة الثانية الدرس الأول والوحدة الثانية الدرس الثاني. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا أتيت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط زر اللايك دعم القناة. طبعا بهذا الدرس اللي هو صفحة 14 راح يعلمنا أو يعلم الطالب شلون يقول أنا أحب وأنا لا أحب. I like و I don't like. مثل I like, I like. أنا أحب أنا أفضل. I don't like, I don't like. أنا لا أحب أو أنا ما أفضل. هنا راح يتعلم الطالب كلمات جديدة وشلون يعبر عن الشغلات اللي يفضلها والشغلات اللي ما يفضلها. عندنا عنوان الدرس I like fruit. I like fruit معناه أنا أحب الفواكه. عندنا مقطع صوتي لهاي الكلمات، راح نسمع المقطع الصوتي ونرجع لكم مرة ثانية. Track 12 Listen, look and say Banana Mango Grapes Dates Pear, plum, watermelon. Track. نعم، مثل ما سمعت الأوديو عندنا الكلمات الجديدة اللي هي بانانا، بانانا، بانانا اللي هي موز، مانجو، 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 grapes, grapes. Grapes, pear, pear, watermelon, 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 plum, 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 dates, dates. مثل ما تعلمنا هاي كلمات جديدة الطالب لازم يحفظها ويحفظها أيضا إملاء، يحاول يتدرب عليها بكتابتها بالدفتر. نعم، اللي بعد عندنا التمرين يقول لنا listen, look and say the name. هنا راح نسمع كل واحد من أفراد العائلة شنو يفضل، وإحنا راح نحاول نخمن يا هو من ذول الشخص اللي يتكلم عنه بالأوديو. خلينا نسمع أول شيء الأوديو. Track 13 Listen and say the name I like watermelon I like watermelon. I like oranges. Oranges. I like pears. I like dates. I like bananas. I don't like grapes. نعم، مثل ما سمعت أفراد العائلة كل واحد من عندهم يفضل فاكهة معينة. مثل الداد يقول I like watermelon. دينا تقول I like oranges. المام تقول I like dates. هادي يقول I like pears. وكريم يقول I like bananas. وزاك يقول I don't like grapes. أنا ما أحب العنب. فهنا يدي علمنا I like و I don't like. I like يعني أنا أحب و I don't like معناه أني لا أحب. I don't like. I don't like. أني ما أفضل أو ما أحب. I like pears. I don't like bananas. I like watermelon. I like pears. I like watermelon. I don't like bananas. هذا كل ما عندنا بصفحة 14. صفحة 15 عندنا سونج. راح نسمع السونج اللي هي What is your favorite fruit؟ شنو فاكهتك المفضلة؟ The fruit song أغنية الفواكه. خلينا نسمع الأغنية. Track 14 Song 4
the fruit song. Listen and sing. Pears and mangoes, pears and mangoes, plums and dates, apples are my favorite, I like grapes. نعم هي هاي الأغنية. Track 50. هي هاي الأغنية. Pears and mangoes, pears and mangoes, plum and dates, plum and dates. Apples are my favorite, apples are my favorite. يعني عند التفاح مفضل إلي. I like grapes, I like grapes. أنا أحب العنب. نعم فهاي هي الأغنية. الطالب لازم يحفظها. اللي هي تعتمد على الكلمات pear أو هاي مانجو pear مانجو plum dates plum dates apples grapes هي هاي الكلمات اللي أخذناها. عندنا آخر شيء ask and answer اسأل وجاوب مثل قل له what do you like what fruit you like شنو الفاكهة اللي تفضلها. عندنا apples عندنا هنا بيتزا طبعا البيتزا مفاكهة عندنا جيلي أو what do you like what do you like شنو تحب what do you like شنو تحب ممكن يقول لك الأبلز تفاح البيتزا الجيلي كيك بيرز غريبز ديز أي نوع من أنواع الأطعمة تقدر تسأله what do you like شنو تحب what أو what is your favorite food أو what is your favorite fruit طعامك المفضل فاكهتك المفضلة تسأل التلميذ وأيضا التلميذ يقدر يجاوب my favorite أو I like أو I don't like هذا طبعا سؤال مهم what is your favorite fruit ما هي فاكهتك المفضلة اعتذر على الخط لان ما مسيطر على الكتاب نعم فهنا I like و I don't like I like apples مثلا apples I don't like cake مثلا I don't like pizza هاي طريقة السؤال والإجابة هذا كل ما عندنا هذا اليوم أتمنى تكون استفدت من هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط زر اللايك دعم القناة إلى اللقاء في درس آخر.